أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع لقاء بحول الله جديد مبارك ينير لنا القلوب والحياة، وربك يناديك، ومع النداء 49، وهو في سورة الأنفال، يقول المولى سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذا القرآن هو كلام الله الخالد الذي يصلح الله به الحياة إلى أن تقوم الساعة. ونداء الليلة، قبل أن نبدأ نذكر بأن نوحا عليه السلام سئل: أخبرنا عن الدنيا وقد عشت فيها قرابة 1000 سنة. قال: الدنيا دار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. وسئل أحد العلماء عن الدنيا فقال: هي مزرعة تزرع فيها لتحصد في الآخرة. ونحن اليوم من خلال هذا النداء المبارك نقول: إذا سئلنا عن الدنيا نقول هي ساحة جهاد، ساحة جهاد، مع نفسك تجاهد، ومع أولادك تجاهد، ومع أعداء الله تجاهد، ومع حركة الحياة تجاهد. الدنيا دي ساحة جهاد، وأعلى الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لرفع رايه لا إله إلا الله ومحاربة أهل الكفر وأهل الطغيان. لكن مع أنه الأعلى، لكن هناك جهاد مقدم عليه، جهاد النفس. ولذلك الصحابة نربيهم محمد صلى الله عليه وسلم على جهاد أنفسهم، فلما رآهم رجال بمعنى الكلمة بدأ يخرج بهم للجهاد في ساحات الوغى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الإسلام دين رب العالمين، الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يعلمنا النظام في كل شيء. قبل أن يقول لنا جاهدوا اخرجوا، يقول لنا استعدوا قبل أن تخرجوا. ولذلك ربنا بيقول في القرآن الكريم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. وقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هتروح امتحان ازاي وانت مش مذاكر؟ يبقى قبل ما يقول لنا روح التقوا بفئة تكفر بالله، وفئة طاغية في الأرض، وفئة بتمنعكم تنشروا دين الله، وفئة تحاربكم في دينكم وفي أرضكم وفي عرضكم وفي أموالكم، قبل ما يقول لنا الحتة دي بيقول لنا استعدوا الأول للفئة دي. ثانيا: إذا التقيتم فاثبتوا. كلمة فاثبتوا يعني موتوا نفسكم، ما تتحركوش إلا لما إحدى الطائفتين تفوز على التاني. ولذلك يا جماعة كان في الحروب زمان وكان في الجهاد زمان يجي الفئة المؤمنة قبل الفئة الكافرة، ما يلتقوا مع بعض، ما يلتحموا مع بعض، يوم يحصل بينهم نداءات كلام يعني، يوم يجي القائد بتاع الفئة المؤمنة يقول: نحن لنا رب نحارب من أجله. التانيين يروحوا ردين يقولوا: طب ما احنا كمان لنا رب نحارب من اجله، اللي هي اللات والعزى ومنات والإلهام غير ذلك. يوم الكافرين عايزين يغزوا المسلمين ده، يوم يروح قايلين كلمه ملهاش لازمه، يقولوا ايه؟ يقولوا: ستقتلون ستقتلون. فيردون عليهم ويقولون: انتم ان قتلتمونا فلن نموت، فاننا سندخل الجنه، اما اذا قتلناكم فستقولون جهنم. وذلك ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا دي استعدادكم اللي قبل كده،
وإيمانكم اللي جوه ومعرفتكم أن كنتوا هتموتوا في اللحظة دي، هتدخلوا الجنة بعدها اللحظة مباشرة أيها الشهداء، يجعلكم تعملوا إيه؟ تثبتوا. شوف شوف برضو ما بيأمرش بأمر إلا ما بيمهد له الأول قبل ما بيأمر ليه. هتلتقي استعد الأول، وإذا التقيت معهم فاثبت. إيه اللي يجعلني أثبت؟ قال لك أنت لو ثبتت وموت هتدخل الجنة في لحظة. زي الصحابي اللي قال لا هستنى ما ادخل الجنه لما اكل البلحات دي يا رسول الله، ورماها ودخل المعركه فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم هو في الجنه. يبقى اذا لقيتم فئه فيه فاثبتوا. اخطر حاجه على الدين يا جماعه اهتزاز اصحابه، ولذلك كان الكافرين زمان فلسفيا فاهمين الحته دي، فيقوم يقولوا لبعض ايه؟ امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. دي بتعمل ايه؟ حرب نفسية. لما كلنا نكون موحدين مسلمين ومؤمنين المغزلك، يدخل علينا اثنين ثلاثة كده ويقولوا احنا ندخل في الإسلام النهاردة، وبكرة تلاقيهم ارتدوا تاني والعياذ بالله. دي تخلي ضعاف الإيمان مننا وضعاف الإسلام مننا، يعمل ايه؟ الناس دي طلعت ليه؟ ده الراجل ده دكتور في كذا، والراجل ده مهندس في كذا، والراجل ده مش عارف بيولوجي في كذا، والراجل ده مش عارف عالم في كذا، دخلوا له طلعوا، والراجل ده غني من أغنى الأغنياء، ازاي دخل النهاردة وطلع بكرة؟ لا يبقى الإسلام ده فيه. شوف شوف، وذلك دي أخطر جزئية، جزئية إيه؟ مذبذبين. دي فئة المنافقين والمرتدين والعزب، ولذلك ربنا حكم على المرتد، قال لك اقطع له رقبته إن استتيب فلم يتب إلى الله ويرجع. ليه؟ لأن إحنا مش فرضنا عليه يدخل. قبل ما يدخل الإسلام قلنا له إيه؟ براحتك خالص، لا إكراه في الدين. عايز تدخل اتفضل أهلا وسهلا، مش عايز تدخل أهلا وسهلا، ليك احترامك وليك تقديرك، لكم دينكم ولي دين. إنما لو دخلت مش ينفع تطلع، لا مش ينفع تطلع. احنا بالخير في البدايه عشان ما يعملش هزه للجماعه المسلمه اللي موجوده. طيب فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. العلماء بيقولوا ايه؟ ايه فايده الذكر واحنا عمالين نحارب ونقطع الرقابي ونشوف الدم سائل على الارض والارواح عماله تطلع؟ ايه فايده الذكر؟ لو رخص لاحد ان يترك الذكر لرخص للمجاهدين في سبيل الله بانشغالهم بما هم فيه. ده دليل على ايه؟ على اذا كان بيقول لك اللي بيحارب اللي هيموت كمان لحظه، واللي عمال يموت والحرب وخطه وخدعه والى ما غير ذلك، بيقول لك ما تسيبش الذكر لحظه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى احنا قاعدين على المصطبه نذكر ولا ما نذكرش؟ واقفين على المكنه نذكر ولا ما نذكرش؟ سايقين العربيه نذكر ولا ما نذكرش؟ بناكل وقاعدين مع عيالنا في امن نذكر ولا ما نذكرش؟ يبقى من باب اول نذكر. وعالم ثاني بيقول حته حلوه، بيقول لو رخص لاحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عندما قال قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ما ينطقش بحرف، ومع ذلك ربنا قال له إيه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لذلك قال لك إيه؟ اثبت، وكمان يدك إيه؟ يدك وصلة عشان تثبتك، وصلة تثبيت يعني ليا إيه؟ واذكر الله كثيرا لعلكم. قلنا في لغة القرآن الكريم أول ما ربنا يقول لعل يبقى محقق، غير ما أنا أقول إيه؟ لعلي بكرة أجيلكم، لعلي بكرة مش عارف يحصل إيه، لعل أنا بترجى. إنما لما يكون لعل اللي بيقولها اللي معاه الرجاء كله وفي إيده المفاتيح كلها يبقى إيه؟ يبقى محققة محققة. إيه لعل دي؟ يبقى لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. في حاجات مهمة جدا تجعل الأمة أو البلد أو الدولة أو الجماعة المسلمة أو الجماعة الموحدة أو الجماعة المؤمنة تفوز. واحد، الاستعداد. اثنين، الثبات. ثلاثة، ذكر الله حتى ساعة الجهاد. أربعة، أطيعوا الله ورسوله. طب أطيعوا الله ورسوله، وفين الله ورسوله؟ القرآن والسنة. والقرآن والسنة علمونا حتة مهمة أوي، قال لك لا يقع قتال من الجماعة الموحدة مع جماعة كافرة إلا تحت راية إمام شرعي انتخبه الناس وهو يطيع الله ورسوله فينا. بلا يجوز لأي واحد لأي بلد ولا أي فرقة ولا أي جماعة كده تدخل تقول احنا رايحين ايه؟ نجاهد لا جوه ولا بره إلا بإذن ايه؟ إلا تحت راية إمام شرعي وأذن بالجهاد عشان هو اللي يتحمل المسؤوليه. وذلك ربنا بيقول لنا في الحته دي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هم دول بقى اللي ربنا قال ايه؟ تحت رايه الامام الشرعي. يبقى واحد، الاستعداد. اثنين، الثبات. ثلاثه، كثره الذكر. اربعه، طاعة
الله ورسوله وأولي الأمر الذين يأمروننا بطاعة الله ورسوله. خمسة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازعوا، أنا قلت زمان يا جماعة في فرق بين نختلف ونتنازع. الاختلاف إن أنا وإنت قاعدين والكتاب ده بيننا كده، أنت بتقول لي طب ما تسيب الصفحة دي، وأنا بقول لك لا هجيب الصفحة التانية. طب وجهة نظرك إيه؟ تقول لي سيب الصفحة دي عشان الصفحة دي أنت بتشرح فيها. أنا أقول لك لا، ده هي لها تكملة. وجهة نظر أنا بقى أقول لها تكملة، فأنا هقلب الصفحة التانية. خلاف وموضوع الخلاف مصون اللي هو الكتاب محترم أهو. يحصل بقى تنازع. ايه التنازع؟ تروح انت ماسك الكتاب من طرف وانا امسكه من طرف، وانت تشد وانا تشد لغايه ما ايه؟ ما يتقطع الكتاب. نضرب بعض ونسيل دم بعض، ويمكن واحد فينا يموت. ده اسمه ايه؟ ده نهى ربنا عنه. انما الاختلاف كاختلاف يؤدي الى اضافات ويؤدي الى خير بيننا وبين بعض وزياده بيننا وبين بعض، ده مطلوب شرعا. سيدنا أبو بكر يختلف مع سيدنا عمر، بعض الصحابة يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير وهم يشيروا إليه، الشباب من الأنصار يقول كلمة، وكبار الصحابة من المهاجرين يقول كلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوفق بين الكلمتين. يبقى ده الاختلاف وده الإيه؟ التنازع. ربنا نهى عن إيه؟ عن التنازع، ولذلك بيقول إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. مش قال وتفشلوا أو ثم تفشلوا اللي بتدل على التراخي، فتفشلوا الفاء التي تدل على التعقيب والسرعة، على طول نفشل. حالتنا اللي احنا وصلنا لها الآن من الفشل نتيجة طبيعية جدا لليه؟ للتنازع، مش للخلاف يا جماعة، للتنازع. ماشي؟ يبقى ولا تنازعوا فتفشلوا، مش بس كده، وتذهب ريحكم. ولذلك الخبر هنا هو يسمع في آخر الدنيا، يسمع في آخر الدنيا يأثر على الاقتصاد ويأثر على السياحة ويأثر على المعلوماتية ويأثر مش عارف على التجارة الخارجية والداخلية ويأثر. معقولة؟ هي دي وتذهب إيه؟ وتذهب ريحكم. ولذلك الراجل عمال كل شوية يضرب في ابنه وكل شوية يطرد في مراته وكل شوية كذا، ما غير ذلك. بعدين إجت زنق في مشكلة، فراح لجيرانه، فجيرانه يعرفوا إن هو راجل إيه؟ رجل مش مثابت ولا مظبوط إلى ما غير ذلك. هيسلفوه؟ هيعودوا معاه؟ هينشلوه من المشكلة اللي هو فيها؟ ما هم عارفين إنه ملوش كلمة، وعارفين إن هو أقرب الناس عمال يخبط فيه مثلا يعني. يوم يعمل إيه؟ سبب تنازعه مع أهل بيته عمل ريحته إيه؟ ريحته طلعت، ولما ريحته طلعت ضعفت في عيون ناس. إحنا بندي مثل على أسرة، إنما إحنا بنتكلم على إيه يا جماعة؟ إيه؟ على أمة، الأمة نفسها. هو إيه اللي جعل صورتنا صغيرة قوي أمام العالم الخارجي؟ قال لك في بعض المؤتمرات في جامعة الدول العربية ولا غير ذلك، الرئيس ده بيشتم الرئيس ده، والملك ده بيشتم الحاكم ده ولا غير ذلك. تذهب ريحكم ولا مش تذهب ريحكم؟ خلصت على كده، تذهب ريحكم. ولذلك ربنا حذرنا من دي. ربنا قال لنا تنصروا لو حققتم عدة أشياء. واحد، تستعدوا للجهاد. اثنين، تثبتم في الجهاد. ثلاثة، تذكروا الله كثيرا حتى في أرض الجهاد. أربعة، تطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم دائما. خمسة، لا تنازعوا أبدا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ستة، واصبروا إن الله مع الصابرين. سبعة، تخلصوا في كل حركة في حياتكم سواء في الجهاد أو في غير الجهاد، اللي هي إيه بقى؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. بالله عليكم، لو حققنا هذه الأمور الست ماذا سيحدث لنا؟ النصر داخلي والنصر الخارجي، وحالنا مش هيبقى زي ما هو كده أبدا. ولذلك ربنا سبحانه يقول ثلاث سطور في القرآن في المصحف، ثلاث سطور لو حققناهم فعلا هتفرق معنا كتير. اسمع تاني من ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أخلصوا، خلوها لله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللهم انصرنا وانصر بنا.
واجعلنا سببا لنصرة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم حسن أخلاقنا وبارك في أرزاقنا وأحسن خاتمتنا وكلنا ولا تكن علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.